هلا والله بحبايب قلبي، فنزاتي، اخواتي، شباب وبنات اللي وحشيني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخبار السمبوسه والبسبوسه والكنافه والقطايف واللطايف ايه؟ ما حدش ناوي يعزمني برضو يعني؟ انا كله كده بقى نادي. ماشي، مفيش مشكله، مش عايز حد يعزمني. إيه بس شريك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ماشي، بلاش تعزمني واعمل كده، وتسيب اللايك بتاعك وتطلع نام عليا افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، ونبدأ حلقتنا مع الكبير. وقبل ما نبدأ الحلقة نوجه أحلى تحية وأحلى تقدير لرحمة مربوحة حبيبتنا كلنا، وبجد بجد 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 بتسعدينا، وكفايه ان احنا بنشوفك بنبقى مرتاحين. وتحيه تانية وتقدير لاحمد مكي على المجهود الجميل اللطيف اللي مفيش منه اثنين. يلا بينا نبدا. بعد ما الكبير راح لربيع العياده، فتنكر بالطاقيه البيضه دي وقال له ان هو التمرجي ربيع والكبير صدقه وكده، فربيع قرر يهرب خلاص، يعني ما فيش قدامه حل غير انه يهرب من الكبير. فراح لمراته وقال لها ان هو هيهرب وان هو مضطر ان هو يمشي. ومراته يعني قعدت، طب خليها بكره مش النهارده، انا عامله مكيونه في الفويل وماما جايه وماما هتزعل. يعني هي مش فارق معاها اي حاجه خالص، غير هي تقريبا هي السبب في كرش ربيع ده. يعني انا عرفت كرش ربيع ده عامل كده منين؟ هي مراته السبب بالمقيولة اللي في الفرن، وماما اللي هتيجي وهتزعل لما ما تلاقيش يبيع في البيت. يعني انا عايزاها تقول يبيع 10 ميات ورا بعض، يمكن نعرف السبب منين. يعني عايزين نعرف بس اينبنا في مصر. طبعا نيجي لفقرة المخرج، عايز كده المخرج، عايز كده يبيع لبس الدال وقعد ايه نص نشي شعره، نشي باينه وشنبه طبعا زي ما هو شنبه زي ما هو. فدخل الكبير فبيسأل ميات يبيع اللي هي اسمها نانيس على 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 يبيع، فقلت ما شفتوش من امبارح. المهم ببص على الكلمه لقى واحده عجيبه الطباع. فطبعا المخرج عايز كده ان يبيع ما يتكشفش، فيبيع كده متنكر. فبيقول لها دي ماما نويل دي ولا مرات كنتاكي ولا ايه؟ يعني هو الكبير طبعا مش عارف ان ده يبيع ولا اي حاجه. فطبعا دي يبيعه اختي يبيع، دي مين يبيعه اختي يبيع. والمخرج عايز ان احنا نصدق ان دي يبيعه اختي يبيع. المهم ان الكبير يصدق ان دي يبيع اختي يبيع. فقال للغفير ان هو يفضل معاهم لغايه ما يجي يبيع فيقفشوا. فطبعا يبيع قالت له ما ينفعش تسيب ياجل مع 2 ستات في بيت واحد. يعني هي تقريبا يعني ان هي فاكره نفسها ست. يعني ده انت لو ست ده هيضربوكي بالنار، عشان مفيش الكلام ده. فرد الكبير قالت له يعني بتقول له ان هي عايزه تروح تحضر لجوزها الاكل وكده عشان يرجع يلاقي اكل. فطبعا صدمه الكبير صدمه مش طبيعيه ان يبيعه طلعت متجوزة، يبيع أم شنب طلعت متجوزة. يعني دي صدمة. فلما الكبير سألها يعني أنت متجوزة وعندك عيال؟ قالت له آه. قال لها ده نفسه حلو قوي، على رأي المثل كل فولة مسوسة وليها كيال أعور. وده فعلا حقيقة، يعني كل فولة مسوسة كده تحس إن ما تتشالش من على الأرض كده وما تتلبسش في الرجلين، تلاقي لها كيال مسوس كده يجي يعضرها ويشيلها يعني ويعمل لها قيمة، وفي الآخر تفتكر نفسها حاجة. والكلام ده الناس معينة في حياتنا كتير، يعني فعلا في ناس معينة كده ملهمش قيمة وملهمش أي 30 لازمة، وعشان بس نقدرهم ولا نحترمهم ولا احنا نعمل بأصلنا ولا نعمل بتربيتنا، في الآخر يفتكروا نفسهم إن هم حاجة، رغم ان هم عارفين ومتاكدين من اصلهم ان هم ولا حاجه. دول كلمتين كده لناس معينه كده.
وطبعا المشهد الرائع اللي بيوصل لنا قد ايه الراجل بيحب مراته وبيخاف عليها وبيحافظ عليها. فدكتور يبيع ضحى بدانيس وخلاهم ياخدوا دانيس بداله، وقال لهم انتوا عايزين يبيع يجي لكم على ملا وشه، خدوا دانيس وهو ده روحه فيها. يعني الراجل بيضحي بمراته عشان خاطر نفسه، وده يعني موجود في كل بيت مصري عربي شرقي اصيل، ان الراجل ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يقدر يستغنى عن مراته ويتخلى عنها في ظل هذه الظروف، بيضحي بمراته عشان خاطر نفسه. فيعني ده مشهد موجود في حياتنا اليومية كلها، وربنا يلطف من كده، لأن الرجالة ما عادتش بتتحمل المسؤولية والحريم عادت هبلة. نيجي لمشاهد جوني اللي عايش في مية البطيخ واللي مش موجود في الوجود، اللي خد عترة يمثل معاه وسايق بهاجرس يجيب له السكريبت ويجيب له المسرحية. فهجرس أم مزرعة سلاحف النينجا، وقال إيه جوني ما كانش عارف إن دي سلاحف النينجا، وإن كله هبل في عبط. المهم بس إن إحنا إيه يعني المخرج عايز كده إن إحنا نملي شوية مشاهد عشان نطول المسلسل، بس يعني أنا مش فاهمة لغاية دلوقتي. يعني إحنا عندنا 3 حلقات تقريبا في حوار المسرح، وإن هو جايب نفادي وأهل المزاريط عشان يختبروهم والحاجات دي كلها، فأنا مش فاهمة لسه المغزى من حوار المسرحية، بس أكيد وراها حاجة وأكيد هنفهمها. فإحنا منتظرين ومستنيين نشوف آخرة جوني وهجرس إيه معانا، يعني بس قاعدين مستنيين. ارجع للكبير تاني، هو براحة استراحة يعني على الطريق كده يرتاح فيها هو والرجالة. فبنفس ذات الاستراحة سبحان الله، يا سبحان الله، يعني يكون عليها الدكتور يبيع. ودكتور يبيع تاني مرة الدكتور يبيع يتنفر في طاقية، والمخرج عايز كده، المخرج عايز كده. أنا بقول لكم ربيع يتنكر في طاقية يبقى هو مش ربيع، أول ما ربيع يلبس طاقية يبقى مش هو ربيع، يبقى خريف، يبقى صيف، يبقى شتاء، ما يبقاش ربيع. ما هو الربيع حط طاقية خلاص، ما هو مش هيبقى ربيع. المهم قعد جنبه الكبير ومعرفوش، يعني اتنكر في الطاقية والكبير معرفوش، وعرف إن هو رباب. ماشي. وبعد كده الكبير انهار يا عيني على ابنه، قعد يحكي له وبتاع، وانه مكسور قدام ابنه، وانه صعبان عليه نفسه قوي، وانه ابنه كمان صعبان عليه، وانه داخل في دور اكتئاب. المهم طبعا الدكتور يبيع يتقصي والنخوة والدم يجري في عروقه، فيقوم هوب قلع الطاقية، فاوب الكبير يعرفه. سبحان الله، يعني المخرج عايز كده يا جدعان، المخرج عايز ان ربيع يتنكر في الطاقية، وهو لما يقلع الطاقية الكبير يعرفه. وهو بقى الايه الكبير يستغرب بقى ان هو طلع ربيع، وان مرات كنتاكي تطلع ربيع، وان يبيع تطلع ربيع، وان التمرجي يطلع ربيع. ف المخرج يعني عايز ان الكبير يستغرب ان ازاي هو شاطر في التنكر كده، وان المفروض يروح هوليود عشان ياخدوه في التنكرات والافتكاسات والحاجات. مخرجنا طبعا تخلص حلقتنا بان دكتور ربيع ياخد الكبير الى الدكتور شيرشابي، الا وهو اينشتاين العرب. دكتور شيرشابي يعني هو تقريبا اخذ دماغ اينشتاين حطوها على دماغ واحد، عمل كونكت فبقت دكتور شيرشابي اينشتاين العرب. يعني هو كده، يعني مفيش غير كده. كان هو خلصنا حلقتنا النهارده. قبل ما ننهي الحلقه، المخرج عايز منكم طلب، المخرج عايزكم تسيبوا اللايك بتاعكم، تشتركوا في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقبل كل ده واهم من كل ده، تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، وتقولوا لنا هتفطروا ايه بكره وهتتسحروا ايه، عشان الواحد زهق من كلمه هتفطروا ايه بكره وهتتسحروا ايه، فيا ريت يعني اقترحوا علينا. اشوفكم على خير، وسلام سلام 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 سلام، سلام.